السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا الصورة جد جد مؤثرة، زوجة اللاعب محمد أبرهون الله يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين، وهي كتزور القبر ديالو هي وبنياتها اللي توفى يوم الأربعاء عن سن يناهز 31 سنة بعد معاناة مع مرض السرطان اللي تصاب به وخلاه يبتعد على الفريق ديالو. فالله يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين. في الصراحة صورة اللي هي محزنة بزاف، الله يصبرها والله يوقف معها باش يكبر بنياتها. بصراحة شي حاجة ماشي سهلة عليها، ولكن ربي بغاه. الله يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين، والله يرفع علينا هاد الوباء ويحفظنا ويحفظ جميع المسلمين يا ربي. شكرا على المتابعة، إلى فيديو جديد إن شاء الله.